يا هلا باللي يجينا، يا هلا يا هلا يا هلا باللي يجينا. زد رصيدك زد رصيدك زد رصيدك زد رصيدك زد رصيدك زد رصيدك. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم بالخيرات والمسرات. يوم جديد، صباح متميز مفعم بالنشاط والحيوية والتفاؤل. أرحب بكم عبر شاشة قناتكم، قناة بداية، وبرنامجكم اليومي، برنامج المشرق. باسمي وباسم زملائي أعيد لكم الترحيب والترحيب والترحيب. أسعد الله صباحكم جميعا. أبو صالح، صبح على المشاهدين. فيه واحد قدامي كبيرنا قدر وسن، ابتد بس ابتد من جديد على السرة. أبو الوليد، صباحكم الله بالخير، وصباح الخير للسادة المشاهدين، صباح الخير لكل من تابعنا، الأمهات، الآباء، الأخوان، الأخوات. صباح يوم جديد، وإن شاء الله اليوم راح نكون سعداء بوجود نخبة من زملائي في المشراق اللي راح يثرون حلقة اليوم إن شاء الله بالسواليف الطيبة والعلوم اللي إن شاء الله تسركم وتجعل دائما المجتمع في سعادة وراحة من خلال رؤية من كبار السن ومن الشباب ومن الطروحات اللي نطرحها في هذا البرنامج. بصالح، مرحبتين، يا هلا يا هلا وغلا بالحاضرين والمشاهدين واليوم الجديد، إن شاء الله يومكم سعيد. حنا الحمد لله مع الحاضرين والمشاهدين، ولولا المشاهدين ترانا ما جينا، كل واحد اكتفى في بيته هناك وتقهوى وحط رجليه وساده وراسه وساده هناك. لكن حنا ندق لنا مشوار لحيث لما شفنا هالوجهة الطيب والله ان نتشجع والواحد ينشط. حنا خابرين من هالسنين، يقول الواحد ترى لما طاح طاح رقمه، وحنا ورعان الرقم هذا ما ندري وش ولا الرقم السيارات من طاح رقمها خلاص. يا سلام. فالإنسان لازم حركة ولازم يمشي، خاصة الكبير ولا عاد الصغير ما شاء الله عليه يلعب كورة ويروح. حنا الحمد لله يعني الحركات هذه تشجعنا، ولا شفنا الوجيهة الطيبة الحقيقة اللي يشاهدون والحاضرين من خلال المجال لكم. راحتكم الى المسجد طال عمرك ورجعتكم هذه فيها الخير وبركة والدعاء ما في شك، وفيها المحبة وفيها الصحة والعافية طال عمرك. لكن سمعت انها ما تكفي، يعني لابد انك تاخذ لك فترة شوي خاص مع المساء والصباح. نعم. إيه؟ هذه زينة وتعطيك حرف دال مركاض شوي. لا يعني لا تشد ولا لا تلغي ولا تطرد. نعم. ابو سليمان، ابو سليمان صبحك بالخير. يا صباح النور. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. صدق الله العظيم. الله يفتح عليك يا ابو سليمان. الله يطول عمرك على النار ويشفي بجرك. امين يا رب. الله يسلمك. صبحك بالخير. صبحت بالرضا والعافيه والسامعين اخواني المتواجدين في هذا المجلس او اللي خلف الشاشات، صباح الخير.
صباح الأمل، صباح التفاؤل، يوم جديد وبداية الأسبوع وبداية الدوام. أتمنى التوفيق إن شاء الله لجميع الموظفين الدولة، حكوميين وموظفين إداريين وعسكري في الحدود وعسكري في عمله سواء داخل في الأمن ولا على الحدود، الأطباء، المهندسين، كل مجال أصب عليهم بالخير، أتمنى لهم التوفيق. كذلك طلبة المدارس جميعا أتمنى لكم التوفيق، وإن شاء الله أن نقدم لبقية المتابعين خلف الشاشات ما ينال على استحسانهم جميعا، وأسأل الله التوفيق للجميع. الله يرضى. جزاك الله. أبو عزام صبحك الله بالخير. الله يصبحك بالنور. يقول صباح الخير من شاشة بداية. استاهلون. قناة المجتمع والطيب كله. أي والله. لها في عالم الإبداع راية، ولها صرح الوفا مهوب فلة، ولها جمهور يبقى للنهاية، لها جمهور ما يعرف نهاية، تقهوى حبها فنجال دلة. يا سلام يا سلام يا سلام. صح الله يسلمك. فنجال دلة، الدلة قدامنا اليوم والنجر. ما شاء الله. الدلة والنجر. أبو هادف صبحك بالخير. صبحت برضه والنور. يا هلا والله. يلا صبحك الله بالخير يا أبو هادف. يا هلا أبو برياض، ويا هلا أبو سعيد، أبو هادف، صالح، العم أبو سليمان، منصور، أبو الوليد. صباح الخير. ويا هلا بكم، وصباح الله على ما قال خير علينا وعليكم وعلى المشاهدين. آمين. والله يقويكم إن شاء الله، ومتفلحين ما شاء الله على هالمشبع، على هالدلال الطيب. خله لعلكم. والنجر. أيها الله. والدلال والأمة الطيبة. والله يسعد صباحكم إن شاء الله، ويسعد صباح الوطن وكل موظف في على ما قال دائرته وعلى جنودنا على الحد. والله يعزكم إن شاء الله ويحفظكم ويبقيكم على الخير إن شاء الله. تسلم والله. يسعدك ويرحم والديك ومن يسمع. من يقول. أبو صالح تقول هالدلال وهالعزبة حرص هالمجلس على التمسك بكل ما هو موروث. يا سلام. الدلة عند الأولين وعند التالين. يهتمون به لأنه هي أول ما يقدم للضيف. سبحان الله. ولا عدة معاني، لا دقة نجرة، لا تقديمة، لا تقليطة. حطت الفنجان له معنى، دقة النجر له معنى، صبت الفنجان مليته ونصه وثلثه له معنى، عدة معاني وعدة رموز. فإدارة القناة يوم جابتكم معنا وتعينونا على بعض هالعلوم حتى ترسخ الجيل بعد جيل. صحيح. فالدين ما جاء إلا متمم من مكارم الأخلاق. الحمد لله. اليوم يا أبو صالح تسلمون. للجار علينا حقوق من دين الله من سابع سماء. الحمد لله. بداية من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عليه يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. من كثر ما ينزل عليها الوحي عليك بالجار، استوص بالجار. ولنا اسوه وقدوه حسنه بالرسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، على جاره اليهودي اللي كثر الاذى عليه. يوم مرض جاره زاره. اللهم فالجيران ثلاثه، جار مسلم وابن عم، فله ثلاث حقوق، وجار ابن عم له حقين، وحتى الجار الغير مسلم له عليك حق الجيره. الله اكبر. فديننا ما خلى شيء، ومن قبل هذه من توارثت بالعرب. فبيت شهير خلد التاريخ لعنتر العبسي، وعنتر ما يرجو جنة ولا ينجو نار، أغض الطرفة إن بدت لي الله أكبر جارتي. الله أكبر. الوكاد أنه يعني حرص ولا العرب تواتر، وجاء الدين متمم لمكارم الأخلاق عند العرب. فرب لك الحمد على هالنعمة. الحمد لله. لا شك أن الرسول عليه الصلاة والسلام حين دائما ننطلق من مبدأ القرآن والسنة، وله تقليط على رأي شيباني، هذا الواجب. نعم. الأول لهم على ما قال. تسلمون. لكن منطلقها من على ما قال من القرآن والسنة، منطلق الجار. يا سلام. قبل. نعم. الدار، هذا منطلق إيماني عظيم، الله سبحانه وتعالى ربطه بالقرآن. يعني الجار الجنب، يعني اللي في جانبك، حتى أنه روي عن عائشة رضي الله عنها يعني بعد تأكيد الرسول عليه الصلاة والسلام في كثير من الأحاديث على حق الجار. الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي أقسم ثلاث مرات، أقسام مؤكد. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يؤمن جاره بوائق. بوائق يعني أقسام من الله سبحانه وتعالى، وربط هذا الأقسام بالإيمان، ربط الإيمان بأكمله أنك تحسن لجارك. ما ينطق عن الهوى. يعني سبحان الله العظيم. ترى الأمر يا أخوان، وأنتم ما تنعلمون منكم، حنا نستفيد وعنكم ننقل، لكن يعني نصور حنا الموقف للمشاهدين والمستمعين،
أن الأمر جدا عظيم. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا، ثلاث مرات أقسام من الله. إيمانك، إيمانك بأكمله، إيمانك بأكمله مربوط بعدم إيمان جارك بوائقك. البائقة ما هو أنك بس بالكلمة الشينة، بالتعامل الشين، بالفتنة بينه وبين أولاده، بالكلام اللي مو طيب، بعدم نصحه، بعدم إرشاده، بالسكوت عن خطأه، هذه كلها بوائق ضد الجار. الله أكبر. أنت إذا ما قمت بكل عكس هالأمور اللي ذكرناها من طيب وإحسان معاملة ونصح وإرشاد وكلمة طيبة وكلمة حسنة، كلها إذا ما قمت بها فأنت ما أنت مؤمن. لا والتسامح، والتسامح طيب. نعم. حتى أن عائشة رضي الله عنها يعني يوم ذكرت الحديث يعني قالت المن يا رسول الله أدعي للجيران، قالت الأقرب فالأقرب، قال الله الأقرب فالأقرب بالنسبة للدعاء. وذكره يعني حتى ظننت أنه سيورثه، يورثه يعني ما فيه أعظم من مسألة أنه يورث. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام الربط هذا ربط إلهي، حتى أن بعض الأحاديث يوحى إليه فيها، فهو الربط إلهي أنه ما يؤمن. هذا دليل أن الدين مش الدين معاملة. حتى أهجك منصور على متمه، حتى أن ذيك المرأة اللي قالوا لها يا رسول الله هذه تصوم وتصلي وتنفق، قال جارها، قال سليطة لساني على جارها، قال هي من أهل النار، حكم عليها بالنار، تذي جيرانها، حكم عليها بالنار. قالوا تصلي، قالوا قال وإن صلت وإن زكت وإن صامت. يعني شوف الأذى ما هو بزين لا للجار ولا للبعيد. تخيل، فما بالك من الأولى. إيه؟ وذاك الصحابة، بالك إنه على الجار. وذاك الرجل اللي يروى عنه في الشام جاي بيبيع بيته لضائقة مادية، جاي بيبيع بيته، فجاء واحد وعرض عليه مبلغ بخس ما هو بذاك المبلغ. قال يا رجل ارفع المبلغ، ما هو بسنة، هذا المبلغ قليل والبيت زين والحي زين والجيراني كلهم زينين. قال أبد مر، هذا مبلغي. قال والله ما أبيع داري بثمن بخس مقابل جوار هذا الأمير جاره على اليمين، أمير في نظر على اليمين. في يوم سمع جاره أن الرجل ما باع بيته بسبب أنه كان يرى أنه جار حسن له، قال لك عندي كامل المبلغ من ضائقتك المادية. اشترى جاره، اشترى جاره. الله أكبر. والقصص واجد في مسألة. نعم. شراء الجار. أكيد. يعني بعض يعني بعضها من مثل ما ذكرت في السنة، وبعضها في زماننا الحالي. أنا والله أذكر يا أخوان يعني في يمكن عام 18 من ضمن جيراننا امرأة صالحة من أهل الله، ممكن تسمعنا الآن، والله ما أعلم عنها شيء وأتمنى أنها تتواصل معنا. يقال لهم شيمة، حد أخواتي تعينت في حدها القرايه اللي حول حايل، ورحت معها ذيك السنة وكنت معها طول العام يعني عام كامل. والله يا رياجيل أنها تقلط علينا الدلة عام كامل. الله أكبر. أنت يوم شيمة. سبحان الله. ما آت للعهد بهم رجعوا حايل معنا عام كنت 19 ولا 20، هم انقلوا للرياض، ولعل تسمعنا هالحين، لأني والله أغلي وقدر مثل أمي عام كامل، وإن على اسمه شيمة. كل ياخذ من اسم نصيب. والله العظيم انها راعيه شيمه وقيمه وحشمه ومقدار، الجار قبل الدار. انا لعلي بعد كلامكم استذكر بيتين ما يحضرني هالحين من قصيده طويله في معنى الجار، واللي يقولون ما قلت عليكم الا بس اني من زين معنى الجار. يعطيك الكفايه. تموني يا طويل. الله يسعدكم. والمجال الحمد لله واسع. يا اخواني انا عجبني النجر والدله وبرياض والاخوان يسوون القهوه. بيض الله وجهك. احنا بنرجع للامور القديمه حول الجار وحول عوايد الرجال مثلا بالاسلام وبالجاهليه. سبحان الله، هذه المعاني ومحل الرجال والمقلطات هذه كانوا الناس خاصه الجزيره العربيه كان محتفظين عليها من قديم الزمان حتى بالجاهليه. يذكر لي واحد يقول في واحد من الشيوخ العرب من الأمراء اللي كان لهم مقالات بالزمان السابق سنين الجوع وسنين الأمور ضعيفة، سبحان الله، يقول إن هذا أمير قوم أو أمير بلد، المهم إنه رجال معتمد ورجال إن الله عطاه خير. سبحان الله، وعطاه مال ورجال وعطاه الله كرم وحكمة. سبحان الله، يكرم جيرانه ويكرم الضيوف اللي يمشون مع الشارع ويكرم الخوية. وكانوا الناس يتعاهدون خاصة
اللي يبون العيشه، اللي يبون الضمايم ويبون الاشغال ويبون. قيل يوم من الايام يقول له مجلس كبير، يقول اجل اول ما يجلس فيه جيرانه سبحان الله، يقول ومقلطهم بالقهاوي وما يسر الله. الرجال فتح الله عليه باب طيب، يقول الناس في مجاعه. قال والله بعض الناس انه يفر من عياله ويروح يدور له بيت، ربما يحصل له مثلا لبن او كسره تمره او خبزه، يعني ما أنا شيء. يقول هذا فتح الله عليه امير بلد، يقول عربي، قال انه بالجزيره العربيه، وان الناس ان يتعهدونهم بعيد الديار. بارك الله فيك ابو رياض وجزاك الله خير. نكمل السالفه حول بس 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 بس. يقول النجر لولا دلت ما اشتريناه، هذه من باب بعيد وانا ماني بشاعر. يا سلام. لكن دنه النجر تراها تهيئ. الرجال له محل كبير، يقول واول ما يطبونها الجيران يقولوا مررت الطريق، يقول المسافر والضيف، يقول والجيران، يقول والانسان، يقول عليه مجاعه، يقول دائم بهالديوانيه. قال جاء يوم من الايام يقول له والله هك اثنين، يقول واقفين عليه سلمون على الامير. قال والله يا طول العمر حنا محتاجين وانت رزق الله، وبعدين نبي خدمه الامير. يقول هالاثنين ذول مع بعضهم. قالوا انتم اخوان؟ قال لا والله ما احنا اخوان، من كل بلد ولد. وش مهنتكم؟ قالوا والله مهنتنا نصلح القهوه، نضبط القهوه ونجمل معزبنا. قالت بيضون الوجه عند ضيوفنا وعند جيراننا؟ قال ان شاء الله ان بيض الوجه. قال تعال قم يا رجاله راعي القهوه الموجود، راح سوي قهوه، سوي دله صغيره وحط بها ثلاث انواع من حب القهوه، حبه نيه وحبه محروقه الى الاخر وحبه مستويه معتدله، وحطها بدله صغيره ونبي نختبر الرياجيل، نبي نشوف اذا كان يصلحون فانت بحاجه نحطهم معاونين معك. جاء الاول يقول جاب الدله، يقول يوم انه جابها يقول يصبها، قال صب للاول. انت تصلح قهوه زين؟ قال اي والله يا طويل العمر صلحها وخليها على كيف كيفك. قال صب للقهوه، خذ الفنجال الاول وخذ الثاني. وش تقول بقهوتنا يا ضيفنا الكريم؟ قال القهوه ما عمري ذقت مثلها، هذه القهوه اللي ما هي المطلوبه. قالوا لا بها شيء؟ قال ابد ما بها شيء. قال هي تقهوى وتغدى ودور اهلك توكل ما تصلح لنا. الثاني قال صلح القهوه؟ قال والله يا طول العمر صلح القهوه قدر استطاعتي وان شاء الله اني متقنها. قال تعرف عيوبها وتعرف عذاريبها؟ قال كل شيء اعرفه. قال صب للرجال قهوه انت يا القهوجي. قال صب للفنجان الاول، قالوا واشربه، قالوا طالب الحاضرين، قالوا خذ الفنجال، قال واغسله، قالوا نشفه، قال صب الفنجال الثاني، قال صب الفنجال الثاني، قال واشرب واشربه. قال وش تقول بقهوتنا يا مصلح القهاوي؟ قال قهوتك فيها اربع معاني. قال خويك ما لقاه؟ قال عاد كل نظره وعرفه، وكل مثل ما قال الاخ كل نظره وعرفه. قال انت كاهن؟ قال له والله ماني كاهن، الحمد لله هذه خبره وفراسه وتعلمتها يعني من أباي وأجدادي، كانوا يكرمون الضيوف مثلك يا طويل العمر وعرفت الشيء بطبيعته. قال طلع اللي بدلتنا، وش تقول بها؟ مستوية نية؟ قال إن قلت نية في نية، إن قلت محروقة محروقة، وإن قلت مستوية مستوية، وإن قلت مستوية مستوية، ولها رابعة. قال وش الرابعة؟ قال الرابعة القهوجي يكشف الغطاء ويطلع عود رمثة نحطوه الطن فيه. يقول قال ما هو بصحيح. قال أنا موجهن القهوجي وسائله بالله سبحانه وتعالى كلامي صحيح ولا ما هو بصحيح؟ قال والله يا طويل العمر إنه صحيح. القهوة جزء منها ما حمسته، وجزء منها حمسته لين انتهت من الطق، وجزء منها لا والله إلا مستوية وعدلة. والدليل هذه قالوا يطلع شو اسمها يطلع الرمثة. عود الرمثة يقول بنص الدلة يقول تو خضر حاطه. قال إن شاء الله نزميل القهوجي ذا. قال الاثنين يسلمون عليهم سلام عليكم، حنا جايين للأمير نبي نخدمه وانت رزق الله وذبحنا الجوع. قال حياكم الله، وش عملكم وش مهنتكم؟ قال والله مهنتنا نقص الاثر ونطلع الحرامي. قال فيكم الخير والبركة، والله أننا محتاجين، الحنشل واجد والقشران واجد، لكن والله أننا محتاجين. أنت يا الأول؟ قال الأول والله أنا طلع على ثرما من بعيد ومن قريب.
قال وش الوادم ولا الحلال؟ قال الوادم والحلال. اطلع جره الناقه الواضحه من الناقه المالحه. قال والله هذا شيء، هذا اللي احنا نبي. يلا يا ابن فلان من ريجيله جيب النصمات وحط عليه رمون ناعم وحطه بالمجلس، وانتم صيروا بالمحل الثاني المقلط، وتعالوا من المجلس. يقول انت يا الامير تعالوا ثلاثه قدامي. جاء الاول وحط القدم، هذا قال حط على الرمل يمين القدم بس والاصابع. الثالث قال حط العرقوب بس، واذا هي رجل يعني كامل. قال تعال الثالث حط رجلك يسار، ثنتين بجنب بعضنا والله ما ارماقف رجع. قال تعال يا الاول تعال وش تقول اللي تطلع العلوم وعندك علوم من سبقت خويك. قال والله اعرف استدير الرجال على المجلس، انت يا الاول بيدور العلوم الطيبه والمرجله لكن عازبها وهي عازبته والرجال مسرع. استدير استدير. قال يا طول العمر هذا مقام طول العمر، هذا قدامه. الله الله. قال تبني اعلمك بدون جدال، تقهوى تغدى ولا منك قضيت افلح. وش تقول يا الرجل الثاني؟ ترى ما ادري اللي حطه هذا هو رجال او موجود برا داخل ما ادري. قال استدير الرجال بنظره مع رجال الجلوس. يقول قال تبني اعلمكم الرجال اللي حطوا هذه تراهم ثلاثة انفار وتراهم بهذا المجلس. قال والله غريب. طلعهم. قال والله طلعهم قدامك. قال طلعهم. قال اما القدم للرجال هذاك اللي بذاك الركب وصاب هذه موجوده، اما العقب عقب الرجل فهو عقب الرجال الايسر ذاك. قال واليسرى بعد كم فيها رجل؟ قال اليسرى فيها رجل قهوجيك هذا اللي صبنا القهوه. الله ما شاء الله كملت. قال ما عليش الحمد لله هذه اكملت وحنا بحاجتكم، وانت ان شاء الله تراك اللي يقول مجال لك، وحنا عندنا حنشل عندنا قشران وقطع الطرق، وان شاء الله انهم يبون يسمعون بك ويبون يدلون. انت تطلع الناقه الواضحه من الملحة. قال الله الله طلعها. قال قم يا الراعي سقلنا ذلولين مع يسرى السور مع الارض الناعمه ونبي نختبر الرجال. يقول المهم انت الراعي قمت وجابها كالناقتين. قال وفوتن يقول معها كالرمل. قال تعال انت يا قصاص الاثر وش تقول بجرها النيا؟ قال هذول خوات امهن وحده ولبوا من كل بلد ولد. الله. يعني واحد اوضح وواحد مجهم. واحد مجهم. قال علمني وشلون وانا اثر الواضحه منها ولا كل ابوهم مثل بعضها؟ قال اليمنى هذه الواضحه هذه جرتها. الله. واليسرى هذه الملحه. وبعدين هذه خبره ومهنه وتورثناها. وهذه يا اخواني ترى وهايب، ترى بعض الناس اللي جيتها القصه يقول يمكن هذا يستحضر او عنده امور او شعوذه. لا هذه خبره ومهنه. شوف وبعدين كرامه الضيف وكرامه الجار يا اخواني ترى شيء مهم، ومثل ما قال الاخوان وسلامه الحاضرين والمشاهدين. هذا ينفع جار، هذا ينفع كل هذا ينفع جيرانه. اي نعم. وسد الوزنهم اللي ضاعت الذاهبه واللي على المقابر. الله اكبر. نعم. ابد. الا الكلام اللي تقولونه يعني الحقيقه اللهم لك الحمد والشكر. يعني الوقت الحاضر يعني بالخير الموجود ولا وقرب الناس ولا هذا فقدنا اشياء كثيره، لكن ان شاء الله ان لا زالوا الخير والطيبين موجودين. يعني لما انت قارن زماننا بالزمان اللي فات الناس على يعني كل الموارد والكذا تحصلهم طال عمرك حريصين على الجيره وحريصين على الله لا يهينك حريصين على يعني تخبر، لان بيوتهم يعني معمره واحوال مستره. يعني الجار مهما كان يا طول عمر حتى وان كان ان الله موسع عليه وميسر عليه، ترى الجار في حاجه وجودك يعني تسال عنه وتدور عليه وتحاول انك يا طول عمر تكون قريب منه، تدري عن احواله، تدري عن ظروفه، عنده لا سمح الله ضايقه، عنده مريض، عنده ظروف لا سمح الله، لانه يعني اخوك ولا قريبك ولا ابن عمك يكون مثلا في جهة، لكن الجار اللي جنبك بالذات جار الجنب، وهذا وصى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، ونزل في القرآن إن فيه يعني الجار الجنب له أهمية. فعلى كل حال يا طول العمر أنا عديت يعني بيتين كذا على قدر ما نستطيع والعذر منكم يعني كان ليش عسل أنت بستان.
لا 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 يا لا لا يا لا 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 دبي يا الله يا ميش المطر من سما تجعل لنا ستر وحظ وجا واللي بعدها صلى وعلى الرسول يا سامعين القول صلوا عليه صباحكم الله بالرضا والسرور يا مشاهدين ويا جميع الحضور وبالله اسمعوني يا بعد النظر يا لي عساكم ما تشوفون شر الله أكبر كيف طاوتنا الدهور وإحنا نعمر للخراب القصور في ظل دنيا كلها فانية وتكفون يا أصحاب الشيم والعقول في الجار قد وصى عليه الرسول إن غاب عنك تروحي وتسأل عليه مما عطاك الله تهدي عليه وليا بنيت فلا تعلى عليه ومهما قصر والله يطول الزمان اشتر رضاه لو بغلى الثمن انا اشهد ان الجار حقه كبير ويا جاري ربي يطول بقاك ويا جاري اسمع طوال الله بقاك يسعد صباحك والله يسعد مساك فان جيتني يا جاري وفيك قدرك وان جيت عندك عارف قدروي وان جيت عندك عارف قدروي سلام 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 حسارك ابو سليمان طول عمرك كفيت ووفيت الله يعافيك عمر عمر بن الخطاب ورد عليه احد الرجال يساله عن شخص اخر اول سؤال تبادر الى عمر بن الخطاب قال له تعرفه قال هي قال له جاورته اول سؤال الله اكبر جاورته قال لا قال سافرت معه قال لا دليل انك ما عرفته شوف قدم السفر قبل الجيره قال اذا انت لم تعرف قدم الجيره قصدك قبل السفر قدم الجيره قبل السفر يعني السفر ممكن يوم يومين ولكن الجار مدى الحياه معك لذلك طرى علي البيتين يوم يقول اللهم صل وسلم عليه الجار قبل الدار حذراك توذيه الجار قبل الدار حذراك توذيه وصى عليها المصطفى بالحديث الجار قبل الدار حذراك توذيه وصى عليها الرسول المصطفى بالحديث حتى ظننت انه من الورث يعطيه وش عاد باجي وش عاد لغده وريثي ما بعد باقي شيء يا صار وريثي ومربوط به الايمان والدين معامله لا صلاه نفعتها المراه ولا زكاه ولا صيام قلبت بالنار بالنار اي المودي ما بشك الله يكرمك يعني ذات الجار على ما قال امرها عظيم وحنا نغفل عن المساله هذه وما هو بس انك تمنع عنه لكن يا الرب تمنع عنه الاذى بعد نصره له الجار انت احنا نتكلم عن حقوق الجار لكن شيء معروف انه الناس ما هي بسوا ولا هو بكلهم يعني طيبين ولا هو بكلهم هذا شيء واقعي الناس اجناس نعم اي اجناس اي نعم الجار جارك اليوم انه صار موذي ولا يعرف حقوق الجيره ولا يعرف احنا يمكن اكثر الناس تعرف حقوق الجار وتعرف احنا ما ندعي العلم لنا احنا ولكن انا جاري موذي ولا يعرف حقوق الجيره وش اتعامل معه؟ وش اسوي؟ ترى مصيبه يا اخوان الرسول لنا اسوه بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم تعامل مع جار اليهودي ابد كان يهودي وموذي يعني خارج عن الدين وموذي وهذه اسوه حسن
فكان يحسن المعاملة، حتى أنه يوم مرض زاره وقيل أنه من زيارة يعني أسلم. أسلم نعم. ويؤكد ذلك أيضا حتى في الأثر عن عبد الله بن عمر، دعا واحد من هذا وطبخ له ذبيحة، يوم طبخ وقلطه على ذبيحته قال ما أكل، أعطيت جارك. لا إله إلا الله، ماني بقلط عليه الذبيحة، أعطيته. قال جاري مسيحي، قال وليكم. يا سلام، لو إنه كافر. فتخيل يعني حتى يعني الجيرة ترى معناها أمر تتجاوز مسألة الفرد. يا أخي يعلم عنك ما لا يعلم أخوك. أبو هادف مسيحي، أنا أذكر حتى وإن كان غير سالفة سمعتها في محاضرة اللي طريهم تقول مسيحي سوداني من السودان، في كان في الولايات المتحدة هو وزوجته، وكانت جارتهم كافرة. نعم. و جاء يوم من الايام وتعبت واجعت في الليل ولا ما عندها احد، قومهم الصياحه في البيت وجحوا وراح واسعفها وودها المستشفى ورافقت حرمته معاها في المستشفى. لا قال جارتي ما لنا غيرها. الله هي سألتهم عن الموقف، قال هذا ديننا يامرنا بالشيء هذا، يمكن سبب إسلامه. إيه الله أكبر. وهي منومة، كانوا في رمضان وقتها، هي منومة في المستشفى صارت تصوم معهم زي ما تقول يعني تضامنا معهم. الله أكبر. عشانهم مرافقين معها وقفوا معها، فقامت تسألهم عن الوقفة اللي وقفوها معها وعن الأمور هذه، فقالوا هذا ديننا يامرنا بكذا وأمر بالجار. إيه هو أنا والله ماني متذكر، طرت عليها الحين من هذا، لكن الزبدة في الموضوع الجارة الكافرة هذه على الوقفة، هي كانت كبيرة سن ولا عندها عيال ولا عندها أحد، فأسلمت. الله أكبر. واكتبت ورثها السوداني وزوجته جزاء له على وقفته وحرمته معه. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، يعني حتى لو أنه مثل ما تفضلت يوم تقول إذا كان أنه مؤذي فأنت لا تقابل الأذية بالأذية. يمكن لنا مثل الحقيقة خلد التاريخ، قصة المهادي. الله أكبر. مفرج اللي قطع راس ولده وارسله. نعم. على جار. قصة المهادي ومفرج. نعم. مفرج حصل بينه وبين ربعه سوء تفاهم، خلاف بسيط، ونزح من الديرة، راح من الديرة، متزوج ومع ثلاثة عيال، ومعه العبد كلنا عبيد لله، ومعه بعير ما عنده لا كثير ولا قليل، والناس من أول في فقر، ولا الحين الحمد لله نشكر. نعم. بعير. وهذا اللي خلى الناس أصلا ما يعرفون جيرانه. بعض الجيران الحين لو تقول جارك من هو قال الله ما أدري مقتنع وش اسمه قال ما ادري. الرسول صلى الله عليه وسلم اوصى على سابع جار، لكن هو جاره اللي جنب البيت ما يعرفه. مصيبه هذا. ايش من الواحد مقتنع. فمفرج يوم مشى من عند ربعه راح للمهادي وسلم عليه، قال انا ابغى اقاطرك وبصير قصير لك وجيره. وطبعا الاولين ما له حد. يقول المهادي لمفرج، مفرج يقول لمهادي، مهادي شيخ قبيله مع ربعه، وجاء مفرج قال بصير جار لك وقطير لك وقصير لك، قال الله يحييك ترى هيب المطر. ما عنده بيت مفرج، والمهادي متزوج حرمتين، قال واحدة من الحريم اطلعي من البيت وخليه كامل لقطيرنا الجديد مفرج هو عياله. تركوا البيت كامل. نعم الجيرة. وعزمه طال عمرك وعشاه ذاك الليل. وقالت زوجته المهادي زوجة مفرج ترى ولدي راح للمقناص، يمكن يرجع ويبات في البيت عندكم، ما يدري ان اعطيناكم البيت، بيت شعر. ما يدري ان اعطيناكم البيت. تجي غلطة. يمكن يجي نام عندكم، لكن وصي مفرج قليلة ترى الولد ولد جارنا المهادي راح يقنص، يمكن يرجع ينتبه، يمكن يلقاه نايم في البيت يقول هذا وش جابه في بيتي يذبح، انتبهوا. قالت ابشري. راحت زوجة مفرج ونسيت الموضوع ورقدت. جاك الولد من المقناص اللي هو ولد مهادي شيخ القبيلة اللي مسكن مفرج معطي مفرج البيت، ورقد الولد في المحرم حق البيت. البيت يفكر إن أمه. يفكر إن أمه. يفكر إن أمه. مفرج والمهادي سامري وكل شعار عاد يسولفون آخر الليل.
جاك مفرج طال عمرك معود الا البيت اللي اعطاه اياه المهادي يوم انا ولا الرجال نايم في البيت يوم رفع عنه ولا ذاك الشاب وهي قص راسه قال هذا ايش جابه ان زوجتي في بيتي ايه الغلطات صاحت الحرمه قالت ذبحت ولد المهادي قال كيف قالت ولد المهادي وانا نسيت اعلمك امه قالت تراه طال عمك نص اشهد سمع الصوت المهادي وجاك مروح يوم جل ولا ولده مذبوح واللي ذابحه الجار الجديد ذا اللي معطيه البيت وحاطه قطيره والله الموقف اللي ما قال يعرف انها غلطه المهادي ما راح ذبحه عرف انها غلطه وقال تدري لا احد يدري بالموضوع نبي نشيله ونحطه في ملعب الخيل والشباب هناك وكنا ما ندري وش الموضوع بكره ندور ذباحه شيء ما حد يسوي صراحه ورموا طال عمرك يوم جاء اليوم الثاني صاح الصايح ولد المهادي مذبوح ولد شيخ القبيله من اللي ذبحه جاك المهادي من ذبح ولدي قالوا ما ندري كل واحد قال ما ادري مد راحت قال انا ولا اعرف والله لاخذ ثار ولدي بيدي المهم من كانه ما يدري انه مفرج ومفرج ساكن ابعد عن جاره ابعد عن جاره التهمه خلوه ابد المهم طال عمرك قالوا احنا ما ندري لكن احكم علينا باللي تبي قال كل واحد منكم يعطيني ناقه فدوا عنه عن عياله طالما انكم ما اعترفتوا كلكم وكل واحد يجيب له ناقه ويجمعها ولها 180 ناقه يا سبحان الله هو يسوقها ويوديها لجاره مفرج اللي هو ذبح ولده في الاساس ما عنده شيء مفرج واعطاني قبل مفرج وتجاوروا 8 سنين جلستهم سوا ويسمرون سوا ويغنون سوا واحد من عيال مفرج عياله 3 واحد منهم عور يتحرش ببنت المهادي وبنت المهادي يقولون مزيونه راحت وعلمت امها وقالت امها اصبري هذا لجيران وهذا اللي اعطيناهم بيت وسكناهم جنب اصبري على لذا اتركيه اصبروا واصبروا ولا ما عاد فيه صبر علموا المهادي قالوا ترى ولد جارنا يذي البنت ويضايقها كذلك تصرف المهادي المره الثانيه حكيم ما راح قال يا جارنا ولدك سوى وذبحه كانوا يلعبون في الليل المقطار اللعبه ذي يعرفها ابو صالح ابو سليمان الحصى ذا يلعبون المقطار ويسمونها الحويله الحويله قال شد يا جاري ولا شديت وهو يلعب شد يا جاري ولا شدينا هذه ماشي معنا حرمه مفرج تسمع شد يا جاري ولا شدينا مفرج ما فهم ليش ما بينه وبين جاره الطيب ما يدري يوم رجع بيته قالت انت سمعت جارنا وش يقول قال شد يا جاري ولا شدينا قال ما يقصد فيها يعني معقول يا بين انشد الرجال معطيني بيت ومعطيني حلال وسمح لي في دم ولده اللي ذبحه قالت والله اني يبين انشد لكن تدري بكره ما نبي نشب النار وهو اذا ما شاف النار مشبوبه من اول البدو قدام اذان الفجر مشابين نارهم اذا ما شاف النار مشبوبه بيعرف ان عندنا علم المهم طال عمرك يوم جا اليوم الثاني ما شاف النار مشبوبه ويجي يوم خير مبرج قال والله انا شاد قال الله يستر عليك خلاص ما عاد لزم عليه ما عاد لزم عليه الحر عارف مفرج ان الرجال في خاطره شيء مشى الرجال اخذ بيته واخذ عياله اللي هو مفرج ومشى ويتذكر وش اللي جاء منه على المهادي المهادي وارسل عبده قال رح خلك ورا بيته بدون ما يشوفك اللي اجى الليل وسروا ربعه ترى يعزف الربابه والشاعر اللي في خاطره بيقوله لذلك اتق شر الشاعر اللي يزعل يعزف الربابه وبيقول كل اللي في خاطره تهيأ وانت احفظ القصيده اللي يقولها وتعال علمني عشان بيعرف وش السبب اللي مزعل عليه جاك العبد طال عمرك التوى بالبيت وسمع القصيده كامله وحفظها وجاء علمها القصيده طويله بس انا جبت لكم منها ابيات اخترت لكم منها ابيات يقول المهادي طبعا من ما يونس يقول المهادي والمهادي محمد ابه عبره كل الملا ما درابها يونس بصدره عله باطنيه بقص الضمائر ما درى وين بابها تقد الحشه قد وتنثر ولا تنثر الدمى ولا يدري الهلباج عما لجابها انا بديتها بانت الرماق تلعدا ونخفيتها ضاق الحشا بالتهابها هذه 8 سنين وجارنا مجرم بنا كما واطي الجمره وهو ما درابها وطاها بعرش الرجل لو هي تمكنت بقى حرها ما يبرد الملتهابها يا ما اخو ستر الله ترى جارنا الماضي على كل طلبه لو كان ما يلقى شهود غدابها يا ما حضينا جارنا من كرامه في ليل لو ينبغى لو نبغي البغاء ما درابها ويا ما عطينا جارنا من سبيه لياقادها قوادها من ثنابها ونرفع خمال الجار لو داس زله كما ترفى بيض العذارى
ثيابها، وترى عندنا شات القصير بهربة، القصير بهربة يحلف بها عقارها ما درابها، تنال يا المهادي ثمان كوامل ترقى وتسريب العلا منه صابها، اليا قال من خير فرد مكملة في حضرة خوف الرزايا وفابها، والأجواد وان قاربتهم ما تملهم، والأنذال وان قاربتها عفت مابها، والأجواد وان قالوا حديث وفوبه، والأنذال منطوق الحكايا كذابها، وظن دارا شد عنها مفرج اللي هو جاره يمدحها حتى بعد ما شد، وظن دارا شد عنها مفرج أظن ينبت الزعفران، وظن دارا شد عنها مفرج حقيق يا دار الخنا في خرابها، وظن دارا حل فيها مفرج أظن ينبت زعفران ترابها، اللي هو جاره فتى بيدها المال لو هو وداعه ولا يملك، فتى يبيد المال لو هو وداعه ولا يملك الدنيا جميع صخابه، فتى يذبح الكوم سدس وحايل ولاقيل يكفي زادها من طيابها، وصلوا على سيد البرايا محمد اعداد من يلعب القبري بعليه ضابط. طبعا القصيده ما هي بكامله، سمع طال عمرك من العبد القصيده وراح علم مفرج قال القصيده كذا وكذا، طبعا القصيده فيها ابيات ما ذكرتها، وعرف ان واحد من عياله اخطا على بنت المهادي. حيوان الرجال عياله ثلاثه سالهم الله اكبر وش جاء بينك وبين بنت جارنا؟ قال الاول افا يا ابوي ما هي بلحيتي، ما انظر لجارنا ولا انظر العاره. سأل الثاني العور وقال والله أنا ما أدري وش قلت له، العور ده هو اللي جاب العيد العور ده هو اللي جاب العيد وهو يقص رأسه أبوه المفرج ويأخذ رأسه يحط طعمه يخرج يعطيه العبد، قال رح وده المهادي. يوم وده المهادي طال عمرك طالع وقال هذا ما يقضي، أنا بمحمد الكبير اللي يقوله من المهادي، أنا بمحمد ولا المفرج، أبا محمد اللي يقضي به، وراح العبد علم المفرج وقال يقول يبغى محمد، هو ياخذ محمد طال عمرك يحطه على الرحول، وقال روح المهادي لو يقص راسك حقه، وانا ابوك بنفك من السالفه ذي، جارنا واخوك جاب العيد وعاد خذ به. راح طال عمرك الولد محمد للمهادي وقال اخذوه وحطوه محل اخوه الثاني بيذبحه، على انه بيذبحه، والعبد جالس في الخيمة في بيت الشعر يشوف اللي عادي يحصل، وطلع المهادي وخذ الطلي ودكه ولطخ ثوبه بالدم وسيفه وجاء يمشي، قال توني جليت العار عني ذبحت محمد. الله أكبر. نقز العبد طال عمرك ما وقع إلا عند مفرج، يا أمي ذبح محمد. قال ما ذبح، قال والله ذبح أنا وشفت الدم في السيف دمه تلمع. الله أكبر. المهم طال عمرك قالت الحم أصبر والله ما ذبحه، الذيب ما يأكل الذيب، اصبر وتشوف لك علم ثاني. يوم جاء اليوم الثاني طال عمرك وهو يزوجه بنته محمد، المهادي زوج محمد ذا بنته وأعطاه 80 ناقة وفرس وقالها روح لأبوك وسلم عليه السلام الكثير. حي والله الرجال، شوف الجيرة كيف اللي والله ما يسويها في الزمان ذا، الواحد ما يصبر على زلة رفيقه والله على قولتهم فيه مثل يقول يحفرون ثيران ويقعون بالثيرة، ورعان صغار يجي بينهم مشكلة يذابحون الكبار، الواحد ما يصبر على جاره، فهذه مصيبة. هذا مثل حطه لنا المهادي رحمة الله عليه ومفرج رحمة الله عليه ورحمة الله ما ذكرت لا بأول السنين وبالآخرة قصة يقول لبلك الله بعاقة من مقاريد الرفاقة لا توريها الحماقة لا ربك يقلع لا بد أن الله ميسرنا لبو. نعم أما شد عنك ولا السنين ولا شد أنت فيها أعظم من أذية الله ورسوله. الله أكبر. ما فيها حنا نرجع ونقول لنا في محمد عليه الصلاة والسلام أسوأ حسن. لا يا أخي قصة مؤثرة هذه. أذوه لنا في اللي أعظم منها محمد عليه الصلاة والسلام أذوه في من؟ في أم المؤمنين عائشة. نعم. بعضهم من قريب. نعم. حتى نجاها الله وبرأها من سابع سماء في قرآن ينزل ومع ذلك عفى عنه. من أذوه قبل من يطلع من مكة أبناء عمومته قبل يتوجه للمدينة أذوه. وتالي جاوروه في المدينة وعفى عنهم فلنا في محمد عليه الصلاة والسلام وتبقى الأعراب حتى إن هو الرسول عليه الصلاة والسلام وقدوتنا يعني وش يقول؟ يقول من آذى جاره فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله فقد آذى الله، يعني إنه يربط جيرة هذا جيرتك. بعض الناس اليوم إحنا نبي نوصل للمشاهد علامات الأذى للجار، بعض الناس ترى ما يعتقد ما يهمه لا مو ما يهمه يقول لك لا أنا ما أذيته ما يدري إن هذا الأمر في أذية لجاره. الله أكبر. ترى موقفك السيارة نعم. وكان سيارة جارك هذه أذيته والقمامة والعيال يعني اللي أقل منها حين نجيب اللي أقل منها موقف سيارتك. الله أكبر. أنت إذا جارك الحين هذا موقف سيارتك
وهو يبي يزعل انك اذا لقيت اذا لقى سيارتك في موقف سيارة يبي يزعل. هذه يا اخوان اذيه للجار، ترى مشى من عندك وهو غضبان ويمكن دعا عليك. والرسول الان في الحديث الصحيح عليه الصلاه والسلام يقول: من اذى جاره فقد اذاني، ومن اذاني فقد اذى الله. الله يعني الامر الدين، نرجع ونقول الدين معامله. بعض الناس يصلي ويصوم ويزكي وما نزين، منه اول واحد يدخل المسجد واخر واحد يطلع من المسجد، وثوبا قصير ومسواك وطيبا متحرك، يهفف يقول ها كذا ما نزين منه، ما توفيق الا من وفقها الله. لكن معامله ما من معامله، الاخلاق اذا ذهبت اخلاق اخلاق سوء، تقول انه مسلطه الله على هالمسلمين. يهودي في تعامله، نصراني في قوله، صدق والله يا الربع تعامل الدين تعامل. الرسول حثنا قبل، يعني الرسول وش جاله؟ ما سمعنا مع ابو وليد متمم لمكارم الاخلاق. انا عشت المرحلتين، المرحله الاولى اخرها المرحله الله الجديده، ففي فرق بين المرحلتين، وشاطرني ابو صالح وابو حمود الله يسلمك ويعافيك واسمعنا الاخوان. انا في تمير عشت التجربه الاولى في مرحله الشباب او الصبا في قريه صغيره، وفيها الزراعه وفيها جزء من التجاره، تجاره الباديه. أيه. يجون بالسوق يبيعون، ترزقنا الله، واللي يبيع سمن واللي يبيع عقد واللي الطير لا ذكر موطن غنى، عندها الهيل وعندها طال عمرك يا سلام القهوه، وعندها الرز، وعندها يعني الله يذكرونها بالخير. ولا في فلوس من اول، ما في فلوس من اول، مقايضه تبادل متبادل مقايضه. الراعي البادي يجيب انتاجه، وراع الحاضرة عنده الانتاج، هذا السمن والبقر. أيوة. وهذا البر والتمر، والتمر وعندهم مقايضة والأمور طيبة وماشية. فشاهد الموضوع أن المجورة الجار له قيم وقيمة قوية، ما هي مجرد أنه جار جدار في جدار، لا، قيمة أدبية أخلاقية خدمية، يخاف عليك من أي شيء لو تغيب الله. حتى المسجد إذا ما صليت ذاك اليوم من أول، طبعا الناس ما كان فيها سفر وروحات وجيات من الحيط، هالحين تصخن يفقدون الله، يفقدون ذيك الأيام. عشان إيش؟ فكرونك مسافر أول ما في السفر أو مريض، من أول بغيت تروح الرياض من تمير للرياض، كود بعد سنتين تحجز تركب فرت ودونك للرياض، وعندك بعد مبلغ يصرف عليك. لا يروح رجلي بعد، يروح رجلي طبعا. إيه ولا رجلي. لا. فيفقدونك إذا غبت في الديرة. يفقدونك. زين. إلا إذا علمت أحد، قلت والله بروح أقنص اليوم في البر، أبروح مثلا أحش. يرد خبر. أبروح زي أطلع إلى البر، هذا يدلون عنك الناس، لازم تحط خبر عند الجماعة. الله ما الله. تمشي وتروح. فشاهد الموضوع أن إلى جو المسجد وتسلموا يناظرون يتفقدون الأشخاص. لا أنا اليوم. يمين ويسار. شوف فلان اليوم اذا طلعوا تشاوروا فلان وين عسى ما شر اسمهم صح، قال والله ما ادري، قال روح طقوا بابه. ايه يا اخو سلامات، يمكن انه نايم وعلى قال حنان طيب بس اللهم لك الحمد. مو فيها حرمته والله، الرجال راح جاه رجال تو راح وياه قبل الصلاه بساعه، هو طيب قال الحمد لله. في نفس الوقت اذا جاي حفر الله يكرمهم يسمونها بلاعه، ايه نعم نعم، وشافوه بالهيب يطق يجون يعاونون، قالوا يلا امسكوا الهيب واشتغلوا معه، احنا وياه سوا. إيه واذا انقصها الدراهم ولا شيء جاء قالت هالدراهم عندي ما لها سنعه، منو ما في بنوك ولا شيء، يبنون البيوت. إيه قال خذ توسع بها الله يرزق، وعطاك اياها زين وتوسع. لا جاء لمك ان جاء عند التمر من الصرام وهو ما شارى النخله اكثر منك، جاء وعطاك ربعه شجار، عطاك ربع التمر. ان جاء انا اذكر مرته مرات ابوي الله طول عمره ساخنته الشهرين كلام ماشي. هذا مبطي شهرين وحنا بزران، وبيتنا الان موجود ولو ترقى فيها الحين في السطح اللي رقوا فيه الناس طاح من واحد يطيح يهبك اكيد الاولين زين. والله العظيم انه علاجه سبحان الله العظيم، علاجه الساعه 10 بالليل صال عليها الوجع الله اكبر، ده اللي يصيح يسمعونه من اول اسطوح على بعضها بعض. اي الله سطح الوجع يعني ما في الشارع، الشارع تحت، اذا بغيت تروح لجارك تروح مع السطح ثلمه حاطين، شوف الثقه بين الجار والجار، حاطين ثلمه ترقى معها وتحول على جارك زين، وتمر من عندهم وانت راح المسجد بتروح تصلي يصير الدرب قريب علشان ما يروح من بعيد، ما تروح من بعيد وتمر منهم نايمين في السطوح، ما في لا مر فلان ولا فلان ما يستحي ولا فلان ما يشتبه ولا شيء. الله اكبر يا الله اكبر. وعلى هالحال ولا سمع الونين جو جت الحرمة والرجال
ثم انجو طال عمرك عنده اللي معهم عزيمه من اول شيء العزيمه يشكرون فيه ما في من اول مثل الحين صحه من اول اقط يدقونه اي نعم يدقونه ويقرون فيه المطاوعه اذا قرا فيه طال عمرك حطوه في اصرار قال هذا ما قرين فيه ثم نحطونه مع ماء ويركونه ويعطونه المريض حطون حتى الرمل الطينه بعد كذلك والملح واذا سخنك وانت مسخن من اول يقول لا فحته عين ما صلت على النبي سووا الجماعه ما يخلونك في حالك لازم يساعدونك ويعالجونك ياخذون قويط مثل هذا صغير اللي هو يسمونه مطبق حطونه على المطبق حق التمر اصغر واحد موجود عطيه حط على الباب يا سلام نطبقه حاضر يا سلام يا سلام يعطيه العافيه نشكره حبيبي اوريكم الطريقه اللي بتكلم فيها فيه مطبقه مثل هذا موجود في كل بيت اي نعم من اول ومحطوط هذا للعين وللنفس والله جاي الحين عند الوالد الله الله واذا عمك جاي يوم الجمعه راح واحد تبرع من الجماعه وخذ المطبق وراح المسجد ومر على كل اللي في الصفوف ينفخون كلهم ما يجي واحد يشربه خلاص يشرب الجد على صار يشرب الجميع ثم يمرون على كل اللي يصلون زين صلاه الجمعه عشان الجمعه كل الديره في مسجد واحد كل جمعه هذا بوليد كل جمعه كل جمعة تلاحظ وحنا بذلان تلاحظ المطبق نادر في الديرة واحد مسخن ثم يطلع مرك إلى هذا طبقه وراح يركض قبل يخطب الإمام ثم يطلع مرك حطه معه ماء ثم ركوه ثم أعطوه يشربه ورشوا جلده بعضهم يصير عينه وتعافى وبعضهم يكون مرض عضال ما له حل إيه صحيح الله ما يأخذون بالأسباب إيه فكانت الناس مترابطة الخير ما شاء الله أمطار صيف شتاء ربيع خريف إيه الربيع قبله في الظهار حتى في الصيف تشوف النصي وتشوف كل شيء وإذا جاء عندك الحصاد من أول يحصدون في البر إذا جاء حصدون طال عمرك مناشير من جو الجماعة الحريم فوق 30 حرمة والرجاج 30 رجال ثم جو طال عمرك في الفيضة في نورة والحقاقة والمناطق اللي حولنا الفياض ثم نصفوا الحريم على اليمين والرجاج على اليسار زين ثم طال عمرك مسكوا المحاش هذا منو عنده هذا عند واحد كل يوم يساعدوا الرجال ما في حصادات ما في حصادات تعاون متعاون اي والله تعاون يساعدوا الرجال ايه ثم قاعد يغنون قلبه قلبه لين يخلصون قضوا بكره يعلمون ترى بكره عند ابو صالح الله اكبر بعد بكره عند ابو حمود خل قرايه كلها مثل بعض ثم يجي السواق على القلابي قلابي 52 يشيل الحصاد يكدسونه كدس هم لابس كل ما جمعوا شوي بالسنبل اربطوه الارض يصير فيها عودنا خضر ياخذون العودنا خضر ذا الغصن ويربطون به حزم الصره يصورون الصر حزم ثم يخلونه ثم يجي الناس من وراهم ويحطون كدوس الكدس وسع هالمكان ذا يصفونه لين يرتفع طول الرجال مرتين ثم يجي القلابي يوقف عنده ثم يصفونه في القلابي عشان يودون الدير يدوسونه على كرمك على البهايم اي نعم كان التعاون يعني كان التعاون بين كل كبير وصغير يعني مو بس على مستوى واذا جاء القلابي شوف الذرابه في الناس والاحترام والحب اذا جاء راعي القلابي او راعي الونيه اللي بيشيل كل فروت يشيل العلف او يشيل العشب هذا وش يسوون اذا جاء طال عمرك والله له احترام وتقدير غير طبيعي السواق اذا جاء طال عمرك السواق نفسيا يراعونه يحترمونه له هيبته له شخصيته كانه قائد طائره اذا جاء طال عمرك لكن ذاك إيه ذيك الايام يعني علم الحريم قال ترى السواق فلاني السواق بيجي فلاني يا ناصر السنيد ابوي يا فايز الاحمد الله يرحمه يا عبد الرحمن عبد الله يرحمه كل الجماعه سووا عندهم مواتر من اول واذا جاء طال عمرك ولا شوف ولا منه غبارة حمراء مثل البريز هذا فيها بيض جاهز مسلوق معي؟ اي نعم وغبارة ثانيه فيها زبد وغبارة ثالثه فيها لبن معي؟ ثم نحطها طال عمرك قدامه ولا احد يشاركه السواق الحاله يعني هذه المره الحاله ابدا انا اشوف عيني وانا بزر ثم طال عمرك ياكل وانت ما تمد يدك ولا تاكل معه هذا عيب ثم طال عمرك السواق دق لين يشبع وشو هذا هذا السواق حق القلاب ولا الونيش حق الونيش هذا التعامل له اي هذا شو له هذه عرقته ما في درهم ما في هذه عرقته الله اكبر هذا عرقته وإذا منه داسة وطلعوا العيش يطلع في البعل عندك 60 كيس والكيس من أول مو مثل الحين حق الرزاء سبير سربان سبير يعطونه 2-3 لأن الشال ما في درهم من أول الدرهم موجود بس ما في فكانت العلاقات الاجتماعية بين الجيران ذاك الوقت لها قيمتها
وثروة والخير، ترى يا جماعة الخير ومبارك الله فيها الأمطار وده ما يقطع على الحسد، صح ولا؟ صحيح. وهذا ما في مجاملات، احنا نتكلم من واقع احنا شايفينه. الحسد وش اللي غير الناس اليوم؟ في حاجة بسيطة هي اللي غيرت المعادلة، أقربتها فوق تحت. قولوا وش هي؟ البلديات. لما جت البلديات هي اللي غيرت المعادلة، بمعنى المفروض يوم انها جت تعطي أراضي في المخطط. زين؟ خلاص الناس منول على الفطرة. تمشيهم على كيفك على ما تبي، صح يا ابو محمود؟ صحيح. المفروض محطه الاراضي تقول تعال انت ناصر السند جارك مانع الفيصل، صح؟ يلا هذه ارضك وهذا ارضه، من على يسارك في الديره على يسار فلان هذا ارضه، على اساس ما تتغير الشخصيه التركيبه الاجتماعيه وما تتغير التركيبه وما تتغير الاخلاقيات وما تتغير النفسيات. كذلك كذلك يا ابو وليد ولا هان السامعين، اللي يغير بعد الناس على بعضهم الرخاء اللي حنا فيه. الله يديمه، الله يديمه، صرنا في نعمة. أقل شيء إذا أنك ما تبي تعامل جارك بمعاملة حسنة لا تزدي، كفه أذيتك. الله أكبر. نعم. فيها أبيات من قصيدة أقول فلت من عرض الأبيات، فلت الذكرى مواجعها وحدتني عصير، أذرف العبرة وأنا دمع المحاجر حابسة، خشية المولى ولا غير سميع ولا بصير، يعلم اللي يفعل المخلوق فوق اليابسة. سبحانه. يا ابن آدم لو يطول بك العمر يبقى قصير، أعلن التوبة ودينك لا يصير ملابسة، قبل لا تقفي بك الأيام حدد لك مصير، ثوب ما لبسه نبي الله ما انت بلابسة، قصر النظرات عن جيران بيتك والقصير، خل عينك في السماء وكنت فوق اليابسة. الله. يعني قل شيء الله عليك. احترام الجار حتى يوم يدخل هو عوائله يطبعون يا اخي، يعني هذولي عندهم عوائلك انت، هل كنت ضد الطرف هذا لا اهلك. فالواحد يعني يحترم نفسه. بعض الناس الشباب يوم تدخل عائله جنبه واقف برا، انا ادري انك انت يمكن مالك قصد وانك انت انسان فيك شيمه، لكن يا ابن حلال ادخل البيت، يعني يدخلون العوائل جارك، يعني خل عندك شويه ادب واحترام حتى لو ان قصدك شريف. من الجماعه عندنا يوم انه على الجار وعلى النول الناس، إذا جت تسوي شيء تسويه بأمانة، تسويه بحرص ويمكن ما يجيه النوم لأنه خلص شغل ربعه. يوم من أول إلى منهم جابوا العيش وداسوه في الدياسة، لهم الدياسة حصن حجرة دار مدار عشان ما يدخلها الله يكرمكم بهاي مدى، فيدسون على البقر وعلى الحمل. وش تسوى ربع؟ يحطون عود يركزون في الوسط عمود، نعم عمود، ويحطون في حبل، الحبل هذا فيه دواوير، كل دائرة تدخل في رأس البهيمة مثلا بقر او حمير، زين، بحيث انها ما تطلع من الصف وتدورن جميع على العيش. ويسكر بشيء من برا ولا لا؟ ما سكر يعني، بس انه مفتوح وحاطين مساحه ناشرين العيش او القصب لين اخر بعد الكرسي هذا، وعلى الدائره كلها على حسب الدائره، ويدور البهايم دار مدار لين يتكسر ويطلع العيش، يطلع الحب، ثم يطلع الحب. ثم نعاد للطريقة الأخيرة. الطريقة الأخيرة يذرونه، متى يذرونه؟ إذا هبت جنوب، إذا هبت، إذا هبت ذروا. مو بيقول إذا هبت ذر، يعني يقول جاك مثلاً طريق فيه خير وشفت واحد جاك أحد قال قم فلان ترى فيه فيه تبرع، فيه مثلاً مساهمة، هذا يسمونها الأولين. إذا هبت ذر، ما دام في هواء اذر، ما في هواء ما تقدر تدري، صحيح، لان يطيح الحب في الارض. نعم. مع الـ 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 الكسر العيش. واتوقع اختيارهم الجنوبي ابرد حافه، هواء اقوى اخف من الشمال، أخف من الشمال، فيمكن هذا سبب. الشاهد الموضوع انه جالس عند عجوزه في البيت، واحد من الجماعه، وما عندنا واحد يبي يدرى العيش ويعطيه كيس له ولعياله، هو بخير الله يرحمه. شوف يا جماعه الخير، عشان تدري ان المحبه يا طيب وصدق الامانه والعلاقة بين الله وبين الإنسان في هذه الظروف مختلفة. يوم قامت هي قال صالحي فطوري وترش له قريص على قرعة، يا سلام. يوم أنه جاء ولا في ذيك البادية، يوم أنه حط يده ولا حارة، أنت خابر القرع حار لطلع ممرقة يتسوي ويبي له شوي يبرد، قالت هي ما أنت بطاير أنت، يعني أصبر شوي اركب. قال لا ما أنا بصابر، أنا أصبر بس اللي غيري ما بصابر، الرجال أنا موعده أبروح أجل أدرى هالعيش وزين للرجال، ولا جيت ولا بارد انكلته. يا جماعة الخير هالفترة يبي يعمل بها خير، الله الله، ويروح عمرك ويدرى ويدرى، لأنه شاف الهبة الهواء ويدرى ويدرى. يوم درى وتكومت الذرية على كومة حب ويطعمرك، يتوسدها قضى ويتوفى.
الله أكبر. على العيش. الله يحسن خواتي. هذا المعروف. والله شوف. إحنا جونا بذلان. إحنا قالوا سكتة قلبية. إحنا نحسب سكتة قلبية. ما يعني ندري عن شيء. واحد نايم. ونتسمى حاشينا قالوا سكتة ميت. ونجي لما يجي واحد عندنا ممرض في المستوصف راح متوفى. كان ما في هو الحالة ممرض. ومرض. يوم جاء وكشف عليه بالسماعة قال سكتة قلبية. حنا نحسب سكتة قلبية إنه يعني نايم بيقوم. ما أخذ القطة. وحنا بذلان. أدراه سبحان الله العظيم شوف ما أكل وجبته. اللي حرمته راشته الخبز ما تراعيه ما اكله ما تراعيه الخبز هذا ما تبو قرص ما اكله ما تبو قرص ابو قرص ما تاكله تحقيق يعني على ما ذكر ابو وليد يعني من ارجع على ما قال الله ورسوله تحقيق في ثلاثة احاديث يؤكد ما قاله ابو وليد ان المسلمين او المؤمنين الناس العرب اللي قبلنا شيباننا اللي قبل جالسين يحققون امر من السنه وبعضهم ما يدري رغم انه لا يقرا ولا يكتب هذا سجية فطرة مؤمنة جبلة مؤمنة متوارثها من عهد أبوه وجده الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لأبي ذر إذا طبخت المرقة فأكثر ما فتعاهد جارك وأيضا يقول والله ما آمن بي من بات شبعان وجاره جنبه جائع ما آمن بي إيمانك كله ما آمنت إذا جارك جوعان في جنبه وأيضا يوصي المسلمات والمؤمنات يقول لهم يعني لا تحاقرن حتى فرسن شاه تعرفون الفراسن يعني ثلاث تحقيق أمور وكلها تعاهدوا بجيرانكم أنتم أنفسكم يعني ما قالوا أخوك ولا قالوا أبوك ويمكن لو كان أخوك وأبوك في جنبك بعد أعظم هذا الأمر عليه فالأمر أرجع وأقول طبعا عظيم احنا بعد عندنا الآن وقف الأم هذا الوقف خيري ودائما نحث حنا على المشاركة لأنه يقدم لفئة تستحق من يقدم لها من أعمال خيرية الشيء الكثير والحمد لله احنا عندنا ناس فيهم خير بركة وحريصين وقناة بداية دائما حريصة على هذا الجانب وتقدم لمن يحتاج من خلال وقف الأم فنتمنى من الجميع المبادرة والتفاعل مع هذا الوقف الجميل فاصل أعزائي المشاهدين ونواصل وقف الأم نهر العطاء التابع لجمعية البر بالمضيلف يد حانية على الأيتام والأرامل والفقراء وبذل في ميادين الخير والعطاء أوقف الآن لوالدتك ولنفسك ولمن تحب فالوقف نهر من الحسنات متدفق يملأ ميزان الواقف إلى قيام الساعة قيمة الوقف 25 مليون ريال السهم المسي 1000 ريال السهم الذهبي 500 ريال السهم الفضي 100 ريال وقف الأم نهر العطاء المال الرابح يوم لا ينفع مال ولا بنون أعزائي المشاهدين عدنا بعد أن تابعنا وقف الأم هذا الوقف الجميل اللي نتمنى من الجميع مثل ما قلنا التفاعل والمشاركة طبعا أخوي فواز تفضل أبو وليد ولا يهنون السامعين ولا المشاهدين القصص عن الجيران كثار 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 والجار نوبات تجاوره سنين ونوبات تجاوره ليلة حنا لنا قصة ويمكن توصل لها له ما شاء الله. عام تقريبا 17-16 أخوي الأكبر من نواف انكسرت يده ورقد بمستشفى الشميسي والسرير اللي جنبه كان بقمي كانوا بدو حنا قلت بدو نقلت العمود اللي تشد وترحل وكانوا يم رماح يدرسون منازل محماه سلود اللي جنبه أخوي نواف مسوي عملية بركبته منكسر الركبة من حادث رايحين الراعي يدرسهم هم يروحون يختبرون بالمدارس منازل أنت يا بقمي الله يطول عمر شيبان وحيين ويرحمهم ميتين انقطعت أخبارهم كل يوم أنت يا محماس والله يا جماعة
يا ابو صالح ولا هم من يسلم شايبه عجوزه اول ما يدخلون المستشفى الله اكبر اول ما يدخلون يجون حنا صغارين كالايام انا مرافق مع نواف يا نواف وشلونك اليوم وهم الاميه تجي بيدها توكل نواف القرص وهل بلهم وحلي بلبل كل يا وليدي كل يا وليدي تخبرك الايام ما قصروا اهلنا لكن هم فاضيين وابوي بالدوام هم لا جو حالي العصر اي والله تناوبوا اهالي بلمسوهم بالصب والله يا جماعه ان تبدي نواف على محماس ومحماس وضعه هشد نواف يقوم يخدم نفسه بيده محماس ركبه ومنوم فشوف جيره مستشفى وجيره سرير الله. هم يا خلصوا من اخوي نواف احنا ثلاثه اللي بالغرفه بلو باكستاني قبالنا بعد واقفين معه يروحون يمه ويقضون حاجته مع العلم انهم هم يبون من يقضي لازمهم هم ما هم من هل الرياض الله اكبر أخذنا حنا وياهم حول يمكن حول 20 يوم أخوي بالمستشفى وولدهم بالمستشفى طلعنا وتخبرك الأيام ما من جوالات ولهم بناخي بالنسي وصار تواصل وغيرنا البيت وبناخيهم غير البيت وانقطعت الأخبار لكن شوف الطيب يبقى ذكره يبقى ذكره يبقى ذكره وجاء اليوم اللي تجي سالفتهم على العروق يقول لك تم بتشير مثل على العروق الله. تم بتشير احنا بعد بعد على ما قالنا بنسمع من سعيد الرابع هذه قصيدة عن الجار يقول الجار له حشمة وقيمة ومقدار يقول هالإسلام قدامه أقول هو حنا على الدنيا تحت حكم الأقدار نمشي على نهج الإله ورسوله يا المسلم اللي تمشي دروبه الأخيار كلنا تبين نيته من فعوله اختار جارك قبل تختار لك دار واعرف ترى الدنيا ما هي بالسهولة لا تعتذر وتقول خاين وغدار ما ينفعك في عالم العذر جولة خلك رعى الإحسان لو صار ما صار للطاوع النفس الزهوق العجولة هالجار لا من نهضم قيمة الجار لو كان يبغى الطيب ما هو بحوله سلام عليكم الله يسعدك ابو صالح ولا يهم من يسمع ولا حرج الجميع ترى ابو صالح كبيرنا قدر ونسند عليك بعض السوالف يرفع مقداركم سن وقدر ولا قصور بالحاضرين الله يجزاه وافين الجار عند العرب منوه ثلاثه او خاصه البدو ابي اشوف يمكن تعرفونه ثلاثه انا ودي ان ابو صالح ولقطة هرجك ابو رياض بخير ود ان هي جينا بقصيده الاحمدي اللي يقول الله نشهد يا حمود عن معرفه يوم وحنا 8 سنين يا حمود جيره جيره والله هذه انا ما هي عندي لكن يقول لك الجار اللي عندنا كار ايضا لا نخفي عليها الطريفه نرفع له رفي العش بالغار ونودع له النفس القويه ضعيفه هي قصيده طويله انا ماني بشاعر معلمك وانا بديت الامر اقول لك اني شاعر بس بالشعر لكن كلامك اللي تقوله وقصصك اجمل من الشعر الله يجزاك انا عندي قصه اذا تبون اذا ما بس بدي اجاوب هذه قصه الاحمدي مع الاحمدي الحربي جزم منها مع انا ما هي اي الاحمدي الحربي قصته مع منها المدينه قصه ايه من المدينه وراح الشمر افتكر مع الشمري ونعمل جيره الى اليوم له صير عند الشمري في ديرته اي نعم يقال له صير الاحمدي لانه رجع عليه يرجع عليه عقب 8 سنين رجع الحربي على محمود الله نشهد عن معرفة يوم لأنه ما قدر يصبر بدون جواره رجع عليه وعلى طيب جواره أنا والله ماني إلى اليوم في صير نخل باسم هالرجل ذكر أبو وليد أبو وليد يوم يقول من أول السائق سائق الفورت ولا الهيلكس اللي يشيله يكرمونه يعطونه غضارة حليب ويسوون له شاي ويسوون له شاي أيضا في واحد سالفة حقيقية وصارت أحد المدن جاء برنامج كريم تعرفونه أينا. اللي يوصل المشاوير ويرد وفي شايب متزوج وفي بيته وعياله ساكنين عنده هذه القصه الفكاهيه هذي وسلم خلنا ننتظر وعياله متزوجين واللي في بعثه في الخارج واللي ما ادري وين في الجنوب ما ادري وين عسكري والحريم في البيت الله. والشايب ما عنده شيء باع الحلال وتقاعد ولا عنده شغله يصلي صلاه العصر ويبغى القهوه بعد الصلاه كل ما جاء البيت دور الحريم دور القهوه قالوا راح السوق من ودهم السوق قالوا راحوا مع كريم ايه اليوم الاول اليوم الثاني كل ما دور يا عزي انا عزي قالوا راحوا مع كريم مسجون هذا
كل ما جاء يسأل عن الحريم وينهم القهوة قال الحريم راح السوق. من وداهم؟ قال وداهم كريم. ما يدري كريم هذا وشو. يوم من الأيام صبر الشايب صبر الشهر الأول كل ما نفس على نفس الموال. يوم من الأيام يصلي صلاة العصر ويجيك طالع من المسجد. يوم جاء طال عمرك عند الباب حق بيته ولا والله ذيك السيارة وهي ذاك الشاب اللي مشخص ويطق عليه القزاز. يا ولد اقلط. قال الله يوفقك ما يمديني مستعجل. قال وش عندك هنا؟ قال والله انتظر الأهل ينزلون عشان أوديهم في ناس هنا يبغى أوديهم. قال توديهم وين؟ قال أوديهم أوديهم السوق. قال أنت من أنت؟ قال أنا كريم. أوفا قال أنت كريم يا ما أنا أدورك. أنا بك الباب طال عمرك ويلزم الشايب ويعطي لين واصل يضرب الشباب ويفرعون عاد الجيران الظالمين. يا ولد أنت ها مكانه؟ قال ابن البلية ذا له شهرين يشيل معاورنا يوديهم السوق ما أدري وين يعرفهم. شهرين هو يشيلهم كل يوم من عند باب البيت. كل ما نشيل كريم, كريم هذا راح للشرطة يوم أعطى البطاقة هل اسمه محمد. قال كذاب اسمه كريم. ويودي أهلي كل يوم ويأخذ معاوري يوديهم السوق. قال ابن حلال اسمه محمد بن سكين. قال الله كريم هو اللي يوديهم. قال ابن حنفي برنامج كريم شركة. وكل يوم بس يجي واحد. كل يوم يجي واحد. كل يوم إيه. لكن هو اللي أكلها الأخير. ترى يوم إنه يقول يوم يقول طال عمرك من أول نكرم السائق ونعطيه اللبن. لا والله هذا ما لقى لبن. هذا لقى البسكوت. من أول من قل السائق يكرم. ما أقول له هو. حتى أول ما ينزلون في اللولو هشداد يرتجي عليه ولا الماركة. ولا رجس ما يقومونه لأنه يرتاح ويقوم من نفسه. يراعي كل جيرانه حتى جيران القرايه اللي في جنبه بعد راعيهم. انا بأتم موضوعكم لو تقليطن على رايكم بحق الجار في الدوله هذه الله يحفظها منذ ان تاسست على يد المغفور للملك عبد العزيز ودعمه للجيران والدول اللي حولنا جيراننا مثل بيوتنا ايضا الدول المجاوره جيراننا لهالدوله. الملك عبد العزيز والملك فهد مع الكويت يعني بدءا من الملك عبد العزيز والملوك اللي اتوا من بعده كلهم حققوا حق الجار. الملك عبد العزيز مع القضية الفلسطينية منذ أن بدأ وهو على هذه القضية. جاء بعده الملك سعود والملك فيصل تحقيقا لهذه القضية وما زال إلى اليوم الملك سلمان يحقق ويواند ويساند ويؤازر القضية الفلسطينية. الملك فهد له مواقف مشرمة في قضية الحرب الخليج الأولى مع دولة الكويت. الملك سلمان مع دولة اليمن والحد الجنوبي يوم استعان فينا والملك عبد الله مع دولة البحرين. مواقف ملوكنا تحقق حق الجار في حق هذه الدول. هذا احياء للسنة ويعني مواقف مشرمة المبادرات الإنسانية برضه من ملوكنا. الله يشرف الله. لو نكب دولة الآن حتى يمكن لو دولة كافرة تلقى ملكنا يبادر طال عمرك بحق الجوار ويعطيهم ياما في حقوق الإغاثة والسيول الموت الحروب الجوع كلهم حققوا حق الجار القريب والبعيد والصاحب يعني سواء في الشمال أو في الجنوب أو الشرق والغرب. كوارث مرت على دول على مقال عربية بعيدة عنا من باب أولى وعالمية. فما بالك بالدول القريبة أنجدتهم وساندهم. عندنا شباب سعوديين في اللي صار الفيضان اللي صار في أمريكا قبل شهرين أو شهر وشوي سووا مبادرة واجتمعوا شباب متطوعين سعوديين ما شاء الله وراحوا للولاية ونظفوا البيوت بنات وشباب من الجامعات اللي يدرسون هناك الطلاب السعوديين. فالغرب انبهر من الشاب المسلم رغم أنه في دولة غير مسلمة إلا أنه قدم خدمات إنسانية رغم أنه طالب دراسة عليا وجاي يدرس ما له شغل في شيء لكن الدين يحتم عليه أنك في أي موقع في العالم تكون موجود فيه لابد تقوم بالواجب اللي عليك وتحترم جارك حتى في الغرب في أي مكان. وهذه رسالة. فالدين الحنيف الكتاب والسنة وسطي ولما نشر نشر بطريقة عن شخصية يعني شخصية مختلفة اللي هو محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل في ناس يعني ما يطبقون السنة 100% يعني فيها شوي تعصب شوي قوة شوي جبروت هذا غلط. زين محمد صلى الله عليه وسلم إذا جاء على المنبر ما يصايح صح ولا يقدم لك الخطبة بطريقة مبسطة وتصل للي يسمع ويأخذها. الحين بعض الناس جاك يصيح يعني كأني رحبك والدين ترهيب ترهيب وليس ترهيب صحيح ولا غير حنا الشعار اثنين أنا اثنين الملك عبد العزيز انطلق من كتاب السنة وأعطى عياله القيادة بأن في المستقبل كل واحد يصل إلى المرحلة هذه يقوم بنفس الواجبات.
فالآن الحمد لله علاقتنا مع الدول جميلة لله. جارنا مستانس مرتاح، الإغاثة في كل مكان الحمد لله مثل ما ذكر أخوي، في حتى الدول اللي مهيب تبعنا الله يعينهم يا أخي والحمد لله. وهذه رسالة، وإحنا كشعب وكإعلاميين يعني إحنا في الإعلام واجبنا بين قوسين أن إحنا يوصل هذه الرسالة، نعم إنه ما يدخرون شيء، ونعطي الناس والمشاهدين والشباب أن يجب علينا أن نكون، ترى الجار مو بشرط أن يكون جارك في بيتك، جارك في العمل، جارك في الشارع، حتى وأنت في السيارة جنبك واحد على يمين واحد يسار، هذا جار. صحيح صحيح. زي ولا؟ جارك. جدا جار. لو ممكن لو يحصل لك مشكلة وأنت واقف حول اثنين ذولا وساعدوك. الجار. لو بنشر مترك في الشارع وقف أول واحد وساعدك. فالمجورة مهيب على بيت، المجورة على كل شيء في العمل، حتى في الجوال لو يكلمك واحد بالجوال اعتبره جارك، ممكن يقول لك كلمة مفيدة، ممكن الله. يخدمك في قضية، ممكن يقول لك والله أنا عندي مبلغ شايف اللي يسره ولا أحد محتاج، هنا جو خير. فنترك مجال أبو سليمان. والله يا طويل العمر حقيقة الكلام اللي تقولونه كلام جميل. إيه والله وزين. نبغى العادات عندكم في الجنوب والجيرة كيف كانت، وخاصة يا طويل العمر لما يعني سحبتونا للماضي شوية، الماضي الجميل بكل ما فيه جميل. نذكر طال عمرك التعاون وما يحصل طال عمرك في المجتمعات، خاصة في القرى، يعني احنا في المنطقة الجنوبية تجتاحنا احيانا سيول ومنطقتنا مرتفعة وتنجرف المزارع، حتى انها طال عمرك بعضها طال عمرك تروح عن بكرة تابية، لكن سرعان ما طال عمرك يعني يجي وقت معين يا طويل العمر ويتفقون كل اللي هذا، يقولون نبدأ عندنا مثل يقول من الشطيط طارف أو من أطراف ماذا، نبدأ من أول مثلا طال عمرك المرتفعات، تراهم يجتمعون كلهم ويتفقون على رأي معين، كل رجال يفطر في بيته، ثم يا طوال العمار الغداء في محل الشغل، في محل الشغل من مثلا طال عمرك من القرية الموالية، والذبائح يمنعونها عشان ما يكلفون على الناس، ويطال عمرك وكل في الليل إذا غلقوا يروحون بيوتهم يتعشون في بيوتهم، يعني تعاون خير، يعني طال عمرك ما شاء الله تبارك الله. الآن يا طويل العمر يعني إذا جاء مثلا عند الحصاد في الترطوم هلا زراعة وهلا يتسابقون، شافوا فلان يحصد تراهم يجون ينبعون سعدون. الرجال والحريم شافوه يديس طول عمرك ما هذا تراهم يفزعون عنده يساعدونه، وخاصة إذا جات الذراع أو يذرون طال عمرك، يعني طبعا هو يكون رجال وزوجته والله أكرم، طال عمرك فيه زرع قاعد يديس فيه يومين ثلاثة، يكون بيجي مثلا 50-40-20 كيس، يفزعون عليها للقرية، وخاصة إذا شافوا أن الهواء أنها استمر جاء بحري الله تراهم يتسابقون طال عمرك، والله إنها شيء يسعد ويغنون بعد يشتغلون ويغنون إيه والله يطلبون يسعد خاطر الإنسان. الضيفة مثلا طول عمرك جاء ضيف في القرية، في قريتنا مثلا إحنا والله يا جماعة الخير، ويتذبح ذبيحة واحدة كل الناس كذا والله يا جماعة الخير، ذبيحة هذه إنها تروح لكل بيت من يم يذبحونها، راعية البيت يطلع ترسل شوية من الكبدة شوية من الكرش وترسلها لفلانة وترسل لفلانة وترسل لفلانة، والمرق إنه يروح كل بيت، ومن اللحمة هذه طال عمرك تدرج على القرية كلها إنه والله يا جماعة هذا الدين الصحيح أطعم وألد طال عمرك حاجة، لكن لا يمنع طال عمرك ان نقول الان طال عمرك والله اننا مبسوطين، لكن ترى الاولين والله انهم في سعاده، وله ان وقتهم انه فقر كله، بالعكس والله محبة. انهم مبسوطين على محبة وان الله سبحانه وتعالى، خاصه اذا نزلت الامطار يا طول عمر وجادت البلاد بفضل الله سبحانه وتعالى، والحلال طال عمرك كان يعني ما شاء الله سمان وكذا، تراهم في سعاده لا يعلمها الا الله. يقول الشاعر عشان نقوم نفطر، عندك قصيدة أبو حمود؟ لا ما أبداك أبو لي. لا تفضل. بسمع منك والله. يلا لا. والله أحلى أبو. عشان أنا بس. لا عندك. عندك. معودنا أنتوا حنا نفطر حنا نمشي. لا. نرد معك. يلا. حنا نمشي. نردد مع أبو وليد الله يسعدك. أنا بعطيهم قصيدتي الخاصة بالفطور يلا. أشوف يا طويل العمر. أنا كتبت أبيات لما جينا اشتقت للمجلس هذا وعودتنا وجودكم والله كلكم. يا سلام. هلا والله. يا سلام عليكم السلام. يقول شقان للشعر شوف الخاوي والمكان وتذكر يوم كنا هنا قبل عام فتخير وتنقى في البيوت السمان كلها للظلم شاهد عزيز المقام
مسرع الايام دارت ودار الزمان، فالله يرزقنا وجميعا بحسن الختام. دام شفتونا وشفناكم العلم زان، يا زملانا كلنا له عظيم الشرف، يوم شارك ذا السنة وما تعدى وزلف، والحكومة وشعبنا والملك المفدى، الرخاء قد عمنا الرخاء قد عم ونعيش بأمن ومان، الرخاء قد عم ونعيش بأمن ومان. سلام الشاعر على الفطور عشان نفطركم. أهلا هلا باللي حضر حياكم، على بداية نفرح بشرواكم، بالشعر والحكمة نحوز رضاكم، والله يعزك يا الملك سلماني، قناتكم هذه ما هي عادية، محافظه بالكيف والنوعيه، لحظتها في مجتمعكم حيه، والله يعزك يا الملك سلماني، تسيدت بالساحه كالعاده، تربعت على الفضاء بزياده، والمجتمع استيسرت افراده، والله يعزك يا الملك سلماني. اهلا هلا باللي حضر حياكم، على بدايه نفرح بشرواكم، بالشعر والحكمه نحوز رضاكم، والله يعزك يا الملك سلماني، عزك يا الملك سلماني. يا سلام تفضل. مرحبا ومسهلا. اي اخوي كذا الله يعطيك. هذه كلمات الشاعر فواز الهفته. ابنشد انا بس اللي عارف تسميات الجار من اول. سم. فيه الجيران القطير القصير اللي هو الطنيب، ثم القصير، ثم الجار. وش احتريبه؟ التصنيف هذا وش الاصل به يا جماعه؟ ابو صالح هلا اخوي، وش الفرق بين الطنيب عن القصير عن الجار؟ ابني يوم قسم مهاديه جار والله ما له عندي تفسير، لكن حسب يقول لك الجار السابع يلحق هالجيره، الجار السابع، لكن هذا قطير وقصير الظاهر انها المتقاطرين بعضهم وراء بعض حسب الظن. القطير المقابل. اي الله ابو فيصل، يعني شوف انا فهمت يعني من الموضوع، وهي احنا تعرفونها كلهم، خاصه الطنيب هذا اللي طلع عمرك دق الطناب حق بيته جنب الطن. يا سلام هذه الاولى صح. نعم الطنيب ما بشر. اخوي بنيه يوم قسم هذه جاره طنيب البيت وش يحتاج؟ ايوه الطنيب. الطنيب هو اللي تربط طنبك بطنبه، هذا يكون زابن عليك امه من دم امه، فتربط طنبك بطنبه. يا سلام. نعم. والقصير اللي قاصر العرب وهم هم منهم هم على شيء اجنبي من... على الديره وعلى هذا. اي هالقصير قاصر وهم منهم السبب يعني ما هو دم. والقطير قل ولا كذا. والجار من العرب نفسه ومجاور القريب. القطير. القطير عندك. عندك بالعافية. عندك مش المعنى بطن الشارع. الله لم يطول الأمر للقطير. اللي قاطر. اللي قاطر يعني في سيدك وبنى بيته قريب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا هلا ما شاء الله تبارك الله. وشلونك يا هلا المطعم؟ يقول واحد ما يقول المعنى في بطن الشاعر، يقول المعنى في كرش الشاعر. في بطن الفطور. تسليمة الطيب ولا حسان، تسليمة الطيب ولا حسان، سلامي يا مطعم الناضج،
تسليمة الطيب والإحسان، تسليمة الطيب والإحسان. يا سلام يا سلام، صح مسانك صح بدنك. اليوم ما شاء الله رايقين. طبعا احنا بكرة من الأحيان إن شاء الله عندنا الراوي إبراهيم الغنام أبو عبد العزيز، ونعم يكون ونعم ضيفنا، نثبت إن شاء الله كل اثنين يكون معنا، لأن عنده من الروايات ما شاء الله الكثير، ورجل ممتع ومبدع وشاعر. نعم. الله يحيي ترحيب المطر أبدا كل وباسم إخواننا المشاهدين كذلك إن شاء الله، وكل ضيف إن شاء الله بيكون بين الترتيب معه نعلن عن طريق البرنامج عشان السادة المشاهدين يعرفون من هو ضيفنا بكرة. بكرة إبراهيم الغنام وعبد العزيز بيكون ضيف معنا، بثبته كل سبت يقدم رواياته وإبداعاته الخليجية العامة، لأنه ما شاء الله عليه محافظ المنطقة الخليج كلها ما شاء الله من الروايات، وهذا من النوادر ما شاء الله. أكرم والدك تعال أبد والله سريع سريع أبد رح ضيقناك ما خلنا بيتك يا سعيد سم ودي أرد على بيتك رد رد يلا مطلق على الناظر يلا ما هو لك للناظر لا أقول مطلق رد حسبك تقول المطلق الله يرحمه لا الله يطول عمرك أنا سجيت بعيد والله يردين على النبي ذاكها الباجن وسامج الله الله يفداك الباجن وسامج الله الله ولا يأمن يوم يتذكر الواحد يعني سبحان الله، خاصة اللي عاش يعني مثلا الله يمتعنا وانتم بالصحة والعافية، يعني شوف ترى احنا يعني اللي عشنا الزمان القديم وعشنا العهد الزاهر هذا ترى له طعم وذوق عندنا لا يعلمه إلا الله، لأن لربما بعض الناس يعني مثلا طال عمرك ما تعود على الوضع اللي عاشوه الآباء والأجداد وكذا، والشباب وإن كنا طال عمرك إن يعني إنما نعذرهم، لكن بقدر إن ما نلومهم مثل ما نلوم الشيبان اللي مثلي أنا أبو صالح عاش طال عمرك في ظروف، طال عمرك ميجي الآن يا طول العمر كمان يرد على بيته بس أبشر يا حبيبي، أم يجي الوقت الحاضر يا طول عمر يعني يخلط على نفسه طال عمرك ولا يقدر النعمة ويتمن النعمة ولا الشيء الموجود كأنه ما مرت عليه الظروف اللي مرت على هذا، يعني بنعذر مثلا طال عمرك واحد ما يعني ما عاصر بعض الأمور ولا شحم في الرزق ولا شحم في الملابس ولا شحم في الراحلة ولا شحم في يعني يكون فيها قصور، لكن إن تجي أنت وإنسان قد تعبت في الحياة ولحقك من العناء ثم أنك تتمادى في الإسراف في النعمة والإهدار النعمة ترى والله أنها شيء والله أني يحز في النفس، يعني لما نقول الجار والجار ولا كذا الناس والله يا جماعة الخير الآن معنا جيران والله يرضى عليهم بقدر ما هم طيبين، لكن ان احنا حاولنا تكون بادرة منك انت، يعني شوف تجارك انه مثلا يصد ولا كذا يعني على الاقل من حق الوفاء بالجي يعني للجار، حاول انك تسأل عليه تدور عليه، حاول انك تعني انت تجذبه الى انه يجيك في مجلسك او انك على الاقل ترد عليه السلام. احنا نشوف الناس ناس الان يعقولون في العماير عمارة فيها مجموعة يقول بعضهم والله ما اعرفه ولا ادري حتى ايش اسمه في عمارة، ما بالك اللي جنبك في الجار والحارة، مشكلة والله ترى ما يبزينا. الشاعر أبو حمود احنا على الفطور يقول في قصيدة هذه مركبينها تركيب فكاهية جاي اللي يقول وش تنتظر يا محرق القلب النار، ايه يقول وش تنتظر يا شاوية تسب النار ما تقرب السفرة ونقلط عليها، وش تنتظر يا شاوية تسب النار ما تقرب السفرة ونقلط عليها، قرب لنا فالصين والفلفل الحار ومرقة ساده نغمس عليها، وقت مضى يوم الرجل يعزم رجال ما يقرب التونه ويفطر عليها، ومن أول يوم المراهم العيال تضبط فريت من سوايا يديها، وقت مضى يوم الرجل يعزم رجال ما
ما يشتري التونه ويفطر عليها. جميلة جميل. الله يعطيهم العافية. هذه من بكايات من أول. يا أخواني يا أخواني قبل كل شيء السلام. الله يفتح الباب لك. نعم أكيد. أنت دخلت على زوجه، أنت دخلت على عيالك، أنت دخلت على جارك. السلام قبل كل شيء. ومع ذلك الحجاج أن يقول البشوش. ترى كل الأمور تيسر لو واحد مثلا ضايق عليك ومن عقد الحجاجة ترى تنحل. سبحان الله. فما لقيت أحسن من السلام. سبحان الله. والسلام في حديث عظيم لازم الإنسان أشو السلام بينكم تحابوا. نعم وهذا من الأداب. السلام السلام. السلام هو الإسلام. بارك الله بالجميع إن شاء الله. حنا ننتظر من الشعار وشو بيقولون آه على بالك شيل العود وين الرده هو انت لا ما هو انت يلا بس ما انا رد عليه عد البيت عد البيت خل انا بجيب البيتين ولا جيب بيت ثاني والرد خل جيب البيت الثاني انت فهمه ماني بخاطم عليكم سلام يا مطعم الناظر الله الله تسليمة الطيبة ولا احسان يا سلام الحق له باء عليت الحق له بالصدر واهج هذا هو المطعم المهنا اسمع 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 الله الله دام البقى صوم ولا حج لكن لا تودي الجيران الله الله يفداك الباجن وسامج يفداك الباجن وسامج من يجحد الطيب يا الاخوان من يجحد الطيب يا الاخوان الطيب بامر الولي دارج بامر الولي في حكم سلمان يا سلام خلاص وصل لك الدور يا خلاص جالك يا سلام صح الله عليك عشت وعافاكم الله يا مسلم في بعض الناس الحين اقدر اجيب البيت على يوم يقول الوقفه الوقفه على السكون هذه حرف تعتبر السكون حرف الجيم التشديد حرف والتشديد حرف والسكون حرف واقدر اقول طارق وهي طارق عرفت لكن بعض الناس قلب اللي قاف جيم هذه تمشي في عرفهم اللي جاك في بيت وقالك مثلا وطارق مثلا لو انه بيركب بيت صالح مثلا وجاك تمشي في عرفه لان هذه يسمونها اللغه الاقليميه اي لغته اللي هو دارج ايه. على ما قال يعني او طارق يعني على يا واد انا لو يقول من قلت الطريق طارق يقولها لي كويتي ولا لا تقبلها لا قواعد ليش ليش لان لغتهم هم كذا انا ابغاك تقول الكلمه ذي لغتهم لاجل اني بقول لك الاعلام وصل لنا بانها اصبحت تسمى لهجه خليجيه بينما هي لهجه منذ الجاهليه لقبائل معينه من العرب نعم. ليست خليجيه تراها يعني فهي قبائليه قبل ان تصبح مناطقيه الجيمياء هذه كانت لقضاء وتميم صح ولا اي هي قلب الجيمياء قلب الجيمياء وحتى سين كانت لبكر بن وائل سكسكة ربيعة سكسكة ربيعة طراها والشاعر وشوش ابو رياض طراها هذه لهجات جاهلية القافية طراها القافية جاء مرة قبل يمكن أربع سنوات ولا خمس سنوات لا يمكن أربع أو ثلاث سنوات فيها بيات سعد بن جدلان الله يرحمه الله عليه سووا عليها مجاراة أحيان ترى توهقك القافية، القافية بعض الشعراء ودنا بالطيب لكن الزمن جه حطي لا ما هي لا ما هي بذي يوقفها على حرف وبعضهم على حرفين وبعضهم على ثلاثة حروف وبعضهم على أربعة اللي على أربعة حروف ذا مرة مربوع هذا اللي ما حد قده الله أبيات اللي قبل شوي على أربع حروف شو اسمه أيوه سعد بن جدلان يقول شعاني حمام من فوق رؤوس النوامي خلج علج الله تغني على روس النعانيع من سجمة رحم على حيه من فرقاك يا ابو عيون بلج عسل ايم الملاف عبرود ابو نجمه يعني ينقش شف الوقفه شعاني حمام من فوق روس النوامي خلج 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 لام وجيم خلج شعاني حمام من فوق روس النوامي خلج
تغني على رؤوس النعانيع من سجمة أجمة أجمة وإن ثلاثة الجو أجمة إيه كانت مطروحة لل اثنين ثلاث إيه كانت مطروحة للمجراة عاد أنا جريتها أقول نزلت الله يحييك شعاني سعد جدلان وأنا شعاني سعد جدلان وأنا جروحي ثلج بلاحيه لو الحجم شعري ما هو حجمه لكن طاري الفرقة ذكرته وجاني ملج ذكرت الذي يحبها عليه وجه الهجمة حجمة ذكرت الذي يحبها عليه وجه أي الهجمة وغدوبة حواسيد انت علج السوالف علج. علج عسى من عذاب الله ينزل لهم رجمة رجمة يا دافي علبة انت خليتها علج ايه هذه من الاشياء وهو جايبها علج أنا لا انا احتفظت بال طبعا الابيات انا جريتها وفازت الابيات حقتي ما شاء الله فش اسمه في احيانا في المجارات ولا في المسابقات دي ترى عدم الالتزام بالحروف القصيده والتشديد والسكون هذا ينكب الشعر تلقى قصيدته قويه بس تلقى عنده بعض الاخطاء ذي الخفيفه اللي ما اللي يمكن هو ما ينتبه لها ولا يشوفها يعني ولا تبين حتى مع النطق يعني عاقي في المسابقه مراع ومساله انك انت جبتها بالالف المفتوحه بينما هو جابها بالكسر هو قال خلج الج انت جبتها الج عادي يعني مش معه لا 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 انا ما اتكلم عن ما تكلم حروف عن قاف يعني تفتيح الحرف او كسر الحرف او فتح الحرف او ضم الحرف ايه؟ انا اتكلم عن القافيه عدد الحروف هذه مالها تجيب مكسور الحرف او مضموم ولا ما يعيب البيت لا هذا هذا ما يعيب البيت هو ما بخلاف بس هم راعي وهذا الجانب يعني لا ما ولا يعني ما هب ما هب ما, هب ما هب في الشعر انك تراعيها على اساس يكون حبكه استرح الله يسعدك لا لا ما لانه يتعمدون احيانا هذا الجانب لا لا هذه ما هب هذه ما هب في دارين هي مثل مساله ليل وغرابين فالمساله حرف لام ويا ولا ايه عادي لكن انا اقول لك من باب القوة لأنك أمام يعني لا قصدنا ما تدل هذا لك هذا قد يكون تكون تأثيرية مثلاً بعض الحروف هذا خلبت بعض الحروف إيه بعض الشعار أصل الحروف بعض الحروف نعم فكنا تبغى لها أنا أنا مرت علي قصة شاعر وجه على الشاعر قصيدة مدح لكن الحروف اللي جابها عسر مثل الحروف هذه تخيلوا يا رياجيل كل حروف القصيدة أبيات القصيدة كلها مدح والقافية اللي جاب بها مدح ما خلى الرجال اللي أمامه يمدحه جاب كل الكلام الزين قفله ما خلى شيء ما خلى الرجال اللي أمامه يمدح لازم يخلي لها شوي فيوم بلش الشاعر اللي بيرد عكس الموضوع ترى فيها عكس سبحان. الموضوع والهرجة المتمة عكس الموضوع وجاب كل الكلمات اللي مهب زينه انهم يفدونك يا فلان السلام شوف شلون هذاك جاب المدح ولا خلى له درب على المدح بينما هذا جاب الكلام اللي ما هو بزين على الحرف ذا قال كلهم يفدونك يعني يا نطري ختمها نطري بابو محمد الله يجعله في جنات النعيم سعد بن جدلان ما شاء الله تبارك الله يعني يعني كلامه وقصائده يعني يعني ما تقدر انك تعطيها وتقول انها يعني انها كذا لأن مهما تثني عليه تجد أنك ما أعطيته حقه صحيح الله صراحة يعني ما شاء الله تبارك الله ويعني وكثيرين شعارنا واجد لكن الكلام اللي يقوله بن جدلان سبحان الله يعني كل ما يقول بيت تتشوق للبيت اللي بعده ودك أنك تسمع وتتخيل أنت من كلام القصيدة من يوم تسمعها سواء أنها مكتوبة أو أن أحد يلقيها يعني تشتاق ودك انك تسمع زياده كذلك يبدا في اغلب قصائده اذا ما هي كلها بذكر الله سبحانه وتعالى الله كريم استاهل اللي يبدا بذكر الله سبحانه وتعالى يوفق بكل شيء هل توفيق من رب العالمين ما ان من الشعر الى حكمه طبقت في حق سعد جدلان الله اكبر الله ما دام يبدا بذكر الله هذا توفيق رب العالمين يستاهل اللي يذكر بالخير والله يا جماعة يعني. الخير ما شاء الله إنسان يذكر بالخير الله يمنعنا من السوء والذكر يعني أن الإنسان يذكر بمساوئه يعني يذكر الإنسان بمحاسنه هذه والله كرامة وفضل من الله سبحانه وتعالى الله يا جماعة
بعض اللهجات يا اخواني يعني تختلف من مكان الى مكان. هذا واحد مبطي طبوا السوق ربع يقول لها الربع يقول جاسين قال قوموا صلوا صلوا يا الربع ترى المذن اذن قالوا يا معين قال استعينوا بالله احنا وياكم سوا نبي نروح نصلي قال يلا استعينوا المهم ما قاموا الرجل هذول قال يا رجال قوموا نبي نروح كل بنا المسجد خلاص يبي يقوموا نبي نصلي قال نعلمك انه يا معين يا معين وهي جامعين جاء ذلك قال يا الربع هذه لغة لهجات هم يعني جامعين يا معنى عصري الله وهم يا معين قال والله نعسم يقول استعينوا بالله نبي نروح لهجة خليجية قد يكون انها داخلية وخارجية ترى وايد حتى عندنا في بعض المناطق يعني الكلام هذا نسمعه في واحد هنا اثنين يتخوون دائم واحد حافظ من القرآن من الآيات الطوال والثاني شايب وسط ويجي طال عمرك يصلي كل ما صلى بالناس أخطأ ويعدل لخويه قال لخويه من حلال إذا رحنا عند جناب أعطنا من الصورة القصيرة لا تعطينا صورة طويلة أنا بلشبه يمكن أني أنا بلش ما أقدر أرد ويجي مرة هنا عزم طال عمرك وقال يلا تقدم صلب الناس وهي تقدم هو يصلي طال عمرك وقال عاد لا سبحان الذي هو يوقف ما قالها شيء خويه وراء سبحان الذي وقف المصلين ما يعرفون تكملتها وخويه كذلك بلش ما يعرف تكملتها سبحان الذي وقف قال خويه سبحان الذي ينشبك في تيال آية سبحان الذي ينشبك في تيال آية أنا علمتك تردين بالصورة دي الطوال واحد تقدم وقال وقرأ لإلاف قريش إلاف من رحلة الشتاء والصيف يقول لا ورحك الشايب قال أخص ما طول شدتهم لا ثره قال هذاك خلف بلاية قال عين ذوي قريش شده وبشته ونزله ولا بالصيب قال لا يا سبحان الله ما طول شدتهم بعيدة شيبان بعض الشيبان على الفطرة على الفطرة ويستقلون طراها أبو صالح نختم حديثنا بكفارة المجلس قرب الأذان سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم لك الحمد أثرينا الحلقة اليوم فيما يعني الجار ننتقل إلى الأذان الله يذكركم الشهادة جميعا بيض الله وجهك بيض الله وجهكم جميعا وما شاء الله يعني سبحان الله يلا 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 زد رصيدك الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله